سهرة دائما بتجمع نجوم مختلف المجالات حتى معهم نحكي عنهم ومعهم نكون دائما عم ناخذ أخبار، ناخذ أبديتس، ناخذ تفاصيل يمكن مش دائما بتنطرح. ضيوفنا مرة عن مرة دائما بيكونوا متميزين بكل مجال، بكل مكان بحلوا فيه. ضيف الليلة لما نعرف عنه ونحكي عنه هو علامة فارقة بمرآة المجتمع يلي بيعكسها ببرامجه الكوميدية الساخرة من أول الانطلاقة ومن الأيام الأولى من شاشة تلفزيون لبنان لكل الشاشات يلي كان دائما إضافة للمكان يلي بحل فيه. لما نقول اسمه بغيب لأنه مشاكس بيعمل مشاكل، البعض بيعتبروه دائما بيقولوا هيدا كان بده شرب الخليل لأنه نظرته دائما مغايرة عن الكل. هو نموذج عن الإنسان يلي قادر يحلم وقادر يحقق ولكن العوائق دائما بتجي من برا. بكل برامجه منتضحك، منبتسم، مندمع على واقعنا، ولكن دائما في أمل إنه في أشخاص، في أدمغة مثله هو بعدها موجودة لحتى تضوي وتحط الإصبع على الجرح. الليلة بينورنا بسهرتنا نجم بالكتابة، بالإخراج، بالبرامج يلي ما بتشبه غيرها، بالإضافة يلي بحطها بكل مكان بحل فيه. الليلة رح نحكي معه وعنه بكل التفاصيل بكل فقرات البرنامج. نجمنا الليلة بيها السهرة، سهرة عمر، مع الكاتب والمخرج شرب الخليل. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا، تفضل. يعني بالمقدمة ما فينا إلا ما نتوقف عند مشاغب ومشاكس، بس ما فينا كمان ما نخلط الكلمات والأوراق كلها، منتطلع منلاقي هن مشاكسين ومشاغبين، وانت اللي عم بتكون عم بتصوب دائما شرب الخليل. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. هو قد ما صار الغلط سائد بهيدا البلد، صرت بس تحكي عنه وتقول شيء صح يعتبروك مشاكس لانك عم تحكي عكس تيار الغلط وتيار الفساد اللي مسيطر على لبنان من 40 سنه لهلا. دائما رؤية شربل يلي بتحطها بشغلك بعملك، هالفكر يلي كمان بتطرحه بأبسط التفاصيل يلي بيشبهنا، بيقرب الناس كلها، قريب هالقد من حياتنا اليومية، مراية بيعكس بكل التفاصيل. اليوم مع كل البرامج يلي مرت، مع كل البرامج يلي هلأ كمان عم نشوفها، صار براندينج شرب الخليل، صارت ماركة مسجلة للبرامج يلي الناس بتركض لحتى تشوف شو المادة اللي بدها تلاقي حالها فيها. بعضهم سياسيين بيتضايقوا من بنفس الزخم بنفس الطريقة يلي لك، مش كلهم بيتضايقوا، في ناس صدرها رحب وعقلها كبير وفي ناس بتتضايق، مش الكل بيتضايقوا كانوا أبدا. لا، في ناس قد ما كون قاسي بحقهم ما كانوا يعملوا أي ردة فعل ولا يرفعوا دعوة ولا يهددوا، وفي ناس عقلهم صغير يعني بتعرفهم من حديثهم من عقله صغير، كانوا يا يدعوا يا يهددوا يا يبعثوا أزياء، كانوا يبعثوا رسائل غير مباشرة. الناس كانوا يبعثوا لناس على المكتب دغري يعني بطريقة هالقد صح، إنه مرة تانية منجي منكسر لك ومنولع لك بس انه هودي ما فيك تخضع لهم، هودي بتقول لهم بالعكس. يعني انا كل ما كان يجيني رساله من احدهم يعني دائما بالحلقه التاليه دغري يعني كون اقسى بحقه، يعني ادعي للمواجهه. صحيح، هي المواجهه اللي عم تحكي عنها كمان لمسوها الناس وكل العالم لمستها. يعني لما نقول شرب الخليل بنقول برامج ناجحه، بنقول واقع عم بنشوفه على الشاشه، بنفس الوقت بين كل فتره والثانيه خليني اقولها على لبنان هيك بين هلالين فيها مروجه بتصير، وغالبا ما تقدر انت بالطريقه اللي بتكون قدمت فيها الماده اللي قدمتها، بيكون فيها حنكه، بيكون فيها ذكاء، بتكون انت عارف شو عامل. هي المشكله اللي عندي ببرامجي اني دغري ما عندي مواربه ولا عندي
مجاملة باللي بقوله. هلا بأغلب الحالات بيبقى في حملات، عرفت، مقصودة بحركوها أطراف، وبتعرف خصوصي هلا مؤخرا مع ظاهرة وسائل التواسخ الاجتماعي أنا سميتها، قطعان بتمشي، يعني في قطعان على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى يوم عرفت بيجي الكراز بيقول لهم شي جملة وبيبقوا عارفين شي من يوم مواقع التواصل الاجتماعي أو التواسخ مثل ما أنت هلا ذكرتها وقلتها، برأيك جيشت أكثر الإعلام باتجاه آخر وخلته ينحدر بمكان ما، لأنه جعلت لكل شخص منبر حتى لو عنده الثقافة اللازمة وعنده القدرة اللازمة أنه يحكي، لأن اليوم صار كل شيء مستباح ما في رقابة؟ المشكلة أنه كل واحد عنده تليفون أو لابتوب أو كمبيوتر بالبيت، شو ما كان مستوى فكره صار فيه يطلع ويوصل لألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف، عباله يسب انه معتبر قاعد هو بالبيت بده يقول مثلا شاف فلان على التلفزيون ما عجبه حديث وسب له اللي عملك كذا وكذا، هلا صار يكتبها ويزتها انه مفكر حاله بعده انه هو عم يحضر وعم يحكي بين اربع حيطان. لا يا حبيبي، انت عم تحكي عم بشوفوك عشرات ومئات الالوف، وهالتويت او هالبوست على الفيسبوك عم ينتشر عم يوصل عند كثير ناس. احترم حالك، احترم الناس، احترم الذوق العام، ما تسب، ما تشمت، ما تشتم، ما تقلل اخلاق. هودي اللي هال كيف بدي اقول لك، هالانحدار وهالاسفاف اللي صار للأسف جر وراء وسائل الإعلام لصار عم ينقل لها الشتمين، يعني اللي بقولوه على وسائل التواسخ الاجتماعي، حتى صارت تلفزيونات عم تنقلهم الشتيمة تبعهم. يعني هن كبرون، يعني صار الواحد بيتبهى بحاله أنه أنا يبا إذا سبيت هون وقلت هون وانتقدت هيدا وجرحت بهيدا يمكن الليلة يحطوا لي اياها بهذا البروجرام او بهذه النشره او بهالفقره، او صاروا وسائل الاعلام طبعا بالشهره، وسائل الاعلام عم بيشجعوا قله الاخلاق والانفلات الاخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي. هيدي شغله خطيره. انت كمان من الاشخاص اللي على تويتر، يعني قد ايه بتكون اوقات رنين بحلقاتك؟ يعني ما في حلقه بتمرق هيك مرور الكرام معك، في حلقات بيبقوا عاملين هيدي الضجه والهمروجه اللي عم نحكي عنها، بس ولا حلقه بتمرق مرور الكرام خلينا نقول. وكمان على تويتر انت حاضر، صح، بالتويتس تبعك، باللطشات تبعك، بهالحنكه يلي بتجبل فيها الكلمات والاحرف لحتى تعمل على طريقتك انت هيك تسرب اللي بدك تقوله، مع الوقت صرت تفهم لهم على الطاير؟ طبيعي. هلا انا يعني الي منغمس بالحياه السياسيه رح يصيروا 26 سنه، وبتابع التفاصيل السياسيه بادق التفاصيل تبع السياسه اللبنانيه، صرت بفهمها على الطاير وبفهم المواقف وبقدر حتى اقدر واتوقع، وعرفت انه صارت شغله يعني من ضمن شغلي، من ضمن مهنتي. يعني اليوم لايك خسر منصب، هيدا اللايك هو يعني استخدم هيدا اللايك ليخسر منصب للرائد سوزان الحاج، عرفت؟ ما كان يعني اكيد كان الهدف اذا عملت لها ريتويت او عملت لها لايك للتغريده تبعي، لو ما الكوب مليان ما كان طفح الكيل بهيدي التغريده اللي انا كتبتها. بينما تعال نبش على تغريدتي، هي نكته يعني، صحيح. المره السعوديه بتسوق بس سياره، بيسمحوا لها تسوق سياره بس اذا ملغم، يعني عرفت انه تنكت على داعش والنصره اللي اشتهروا بالتفجير، والكل قال انه هيدا في لهم تمويل من الخليج. حل هالانسيابيه اللي بتحكي فيها من منطلق الفكر تبعك انه قول التويت تبعك وامشي. طبيعي طبيعي، كل كلمتك وامشي، بس تاثيرها مش طبيعي. عم بيكون لو كلمتي فيها شتيمه انا كنت بتعاقب، لو كلمتي فيها قدح وذم وتجريح كنت اكيد يا بنحبس يا بتوقف يا كلمتي قلت لك مثل ما هي قبل شوي دغري،
اكيد الدغري ما الكل بيحكوه. اليوم الدليل يلي عم تحكي عنه انه اليوم ما في ولا حكم صادر بحقك، صح؟ بالرغم من كل يعني الدعاوى، وخليني اقول بالرغم من كل 18 17 هلا بقصه القائم وصيدليه القائم رفعت علي دعوه اعلاميه شكلا. هيدي الدعوه اللي بدي تبلغتها هيدي الدعوه؟ انا بعدني يعني لا ما تبلغت. ما تبلغتها رسميا؟ لا. تبلغت اعلاميا؟ رسميا 17 وفي وحده هلأني معلقه لانه قريتها بالاعلام وشفتها على وسائل التواصل الاجتماعي. بس ما حدا بلغني ولا نيابه عامه ولا قاضي ولا مغفر ولا ما حدا ولا حتى قناه الجديد تبلغت. لا لا اي بلاغ بهذا الاطار. اكيد اكيد في عقلاء بيعرفوا كثير منيح انه نوايا شرب الخليل بهذا النكتة اللي زادتها على صيدلية القائم لا قصة الإمام المهدي ولا بدي هين الإمام المهدي. هي قصة أنه أنا ما بعرف أنه اسمه القائم عنده 182 لقب الإمام المهدي، والمسيح عنده 204 ألقاب، والنبي محمد عنده شي 90-100 تقريبا. طب مين هو هذا اللي حافظهم كليتهم؟ صدقني عندي اصدقاء شيعه يتلفنوا لي يقولوا لي شربل نحن شيعه ما بنعرف انه القائم هو يعني الامام المهدي. ولكن في جهه معينه امتعضت يمكن في هذا موضوع حساس. شويه زعران لحظه، في واحد ازعر بلا اخلاق كان بالحبس راح حرق سياره سته حرامي او شيء هيك، هو اللي معه بتعرف انت الجيش الالكتروني بيبقوا 4-5 كل واحد عنده شيء 70-80 اكونت وهمي وبصيروا يغردوا منهم، بيغردوا بطريقه اوتوماتيكيه يعني تويت وحده بتصير تنزل من كذا اكونت. هني عملوا الحمله ومثل ما قلت لك في قطعان بتنساق وراهم، يعني قرطة زعران هني اللي بلشوا. بس العقلاء العقلاء لما شافوا انه ما في شيء والدعوه وقفت. اليوم هال 18 دعوه، هال النظره يلي البعض بيطلع لها بهالمهاجمه بهالهمجيه كمان بالتعاطي. اليوم قبل ما نفوت على اول فاصل، لما نحكي عن حريات الاعلام، لما نحكي عن لبنان يلي كنا نتباهى فيه بالشرق الاوسط وبين كل المنطقه انه لبنان واحه للحريات، اليوم كيف بتقيم الحريه بلبنان بظل كل التقدم اللي وصلنا له وبظل كمان هالحريه يلي ما بعرف قديشها نسبية؟ أنا بقول في حرية بلبنان، كتير منيحة الحرية بلبنان وممتازة حتى نسبة إذا بدك للدول الأوروبية. امبارح شفنا حكم صدر بالناروج على أحد الناشطين على الفيسبوك بعتقد، صح؟ تعرض بكلمات فيها شتيمة ومعرفت يعني أصر يحط بوستات موجهة لشخص، حكموا عليه بالحبس لأنه اعتبروا أنه أنت إذا تغريداتك أو البوستات تبعك موجهين ضد شخص وفيهم شتيمة أو تحريض أو لعب على الأعصاب، أنت عم تأثر عليه وعم تسبب له بأذى نفسه، بقى حكم عليه بالسجن. مشان هيك يعني الحرية بلبنان بعدها كتير منيحة، يعني إذا واحد بلا أخلاق سب رئيس او سب وزير او سب نائب او سب شيخ او سب فنان او سب ما بعرف مين، واستدعاه مكتب الجرائم المعلوماتيه وقال له زم شوي، يعني اكثر شيء بيقولوا له زم شوي وما بقى تعمل هالحركات. انه شو فيها هيدي؟ بيكون فيها مس للحريات؟ بالعكس لبنان كثير منيح حرياته كثير منيحه. فصل اول اسمح لي نفوت عليه بحلقتنا لليله، من بعده بنكمل بالاخبار ومنتابع كمان بكل فقرات البرنامج. مشاهدينا نحن وياكم مع نجمنا بهالحلقه الكاتب والمخرج شربل خليل، بريك ومنتابع. منتابع مشاهدينا نحن وياكم سهرة عمر، كمان عم تشاركوا معنا من خلال السوشيال ميديا عبر هاشتاغ سهرة اندرسكور عمر، وأيضا عم ترجعوا تحضروا الحلقة صباح الأحد تقريبا بتمام الساعة
11 الصبح واكيد من خلال يوتيوب. حلقتنا ليلى مع النجم بعالم الكتابه مع المخرج شربل. كاتب او مخرج؟ اي كاتب ومخرج اثنين سوا. بحب الابان. في تكامل بالعمل؟ اكيد يعني بتلاقي في صعوبه اذا حطيت رؤيه مكتوبه حدا غيرك يجي ينفذها؟ هذا اللي بدي اقول لك اياه. لحد هلا كل شيء كتبته انا اخرجته، لانه انا بكون عم بكتب الكلمه وشايف الصوره وانا كمان دارس تمثيل بالجامعه اللبنانيه وكنت الاول، ويعني انا بكتبها وبمثلها وبشوف الكادر بنفس اللحظه. وعلى كل حال هيدي خليني اقول الفول باكج اللي انت فيه من الجامعه، لانه كنت الوحيد بدفعتك بوقت كل الطلاب كانوا يجيبوا مسرحيه صح. يرجعوا يحضروها ويشتغلوها، انت كتبت واخرجت واشتغلت العمل كله. هلا رح نحكي عن الموضوع بالزمانات صح. على كل حال شربل، مؤخرا كمان من جمله الامور يلي اخذت ضجه هي تعرضك من خلال اغنيه للاجئين السوريين، اخذت ضجه، اخذت منحى معين كمان هجمت من خلاله، ومما استدعى كمان ممثل سعد القدري اللي كان بين كمان معكم، انه يقول انه انا ما بقدر كمل به هيدي الصيغه، انه يقدم استقالته ويترك العمل معكم. نعم. ايه شو بدك تسالني؟ كيف بتعلق على هيك مواضيع؟ ليه عم تبتسم؟ عم ابتسم. اول شيء الغنيه اللي عملتها انا اقتنع فيها 100%، وهلا برجع بعيدها يعني ما تفكر اني رجعوا عيدوها بتيليوريون كمان. يعيدوا، انا عملتها ومقتنع فيها. وبعتقد كل الشعب اللبناني الا اللي عم بكذب على نفسه منه مع كلمات الغنيه، انه السوريين عاملين لنا مشكله وازمه شغل. طبعا عم نحكي عن اللاجئين السوريين لتكون محددين. شو عم نحكي؟ اكيد يعني مش انا وحده، رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه والنواب والحكومه والشعب العادي مين ما حكي عن انه لبنان ما بقى يتحمل مليونين سوري يا جماعه موجودين هون، انه انا جيت عملتهم بغنيه هلا صار في كم شخص. ما هي المشكله كمان انه اللي بيحرضوا ضدك هو بدك تشوف شو خلفياتهم. هلا سعد القادري فال، لانه سعد القادري بيشتغل مع منظمات تعنى بشؤون اللاجئين، يعني الزلمه عم طلع مصاري منهم، عرفت؟ بس بيقبض منهم، من المنظمات اللي بتهتم بالمخيمات. بقى يمكن سببت له احراج، انه هو بعدين هو ما خصه اصلا يعني لا طلع بالغنيه ولا راس. بس انا بعتبر موقفه نوع من مزايده يعني، عرفت؟ وبرضه ما عندي اي مشكله يعني، ما انه اول ممثل بفل من عندي يعني، قاطع من عندي 50 60 ممثل بقيوا ممثلين او في منهم صاروا نجوم؟ صاروا كثار نجوم، يعني نص نجوم الكوميديا بلبنان مرئين ببصمات وطن. مين هيك من النجوم النافرين يلي مين 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 عندك ريمون صليبا، ميشيل بوسليمان، ميراي بانوسيان، جورج خباز، شو اسمه؟ ذكرني بالاسامي هلا، شو اللي هلا بقربت تنحل، نسيت اسمه، شاب صديقي من عجلتون، بقلت سياسي. عم تحكي على رودريك. رودريك غصن. رودريك غصن. رودريك غصن حبيب قلبي. انا ناطرك لشوف انت شو مين الاسامي اللي ببالك. اذا بدي اذكر لك من 23 سنه لهلا مين مرق بالبرنامج؟ جيسي عبدو، زينة دكاش، ليال ضو، ناس. اذا هلا يمكن في صور عم يمرقوا بتشوف مين مارق بي، عرفت؟ يعني قلت لك نص الكوميديين بلبنان مارقين ببصمات وطن، صاروا نجوم. لما في ناس ما حدا يعني، في ناس جبتهم من مسرح باميلا جورجي. باميلا جورجي وجهلها تحية كثير. باميلا بعدها طبعا، في ناس بعضهم مش كل اللي ذكرتهم طبعا فلو. اكيد جان بوجلعون انا بعتبره من اهم نجم بعالم تقليد، مش بس بلبنان، لبنان وعالميا حتى. كلود خليل هو عم بحكي، انا كنت عم اقول لك مين مرق وفل. ايه طبعا. مش عم بقول اللي بعضهم مش يعني الحاليين. ايه 30 40 واحد تقريبا. صعب العمل معك يعني هالناس يلي في منهم فلوا في منهم استمروا، العلاقات بتروح وبتجي، ظروف الحياة أوقات بتتغير، أنت هيك إذا بتطلع على شغلك استمرت كل العمر مع بعضها
مستحيل بالنهاية. 5 10 15 20 23 سنة، عرفت 23 سنة يعني ما بعرف أي مين استمر 23 سنة بدون توقف بدون غياب عن الشاشة. ما في فرقة بقيت مع بعضها هالقد، بس بقي شرب الخليل، بقي شرب الخليل، بقي معي جان بوجدعون، بقي معي كلود خليل، عرفت باميلا جرجي، في ناس بقيوا معي ليال كانت ورجعت. ليال كانت من اسال شيء من سنة 92 بلشت معي ليال ضو، هلا رجعت معي. مزبوط. ما خاص هيدي يعني، ما في خلاف مع اللي بفله من عنده، في فرد واحد يعني ما بحكي معه ابدا، ومن هونيك ورايح كلهم كثير بعدهم اصحابي واصدقائي وبنلتقى على طول وبنتواصل. اليوم الماده الاجتماعيه الماده السياسيه لبنان يلي بيمرق بدوامه دائما مثل كانه ما بنتعلم، بنرجع بنوقع بنفس الغلطه، بنرجع بنكرر. بوقت البرامج اللي فيها هيك كونتينيو مرقوا سيزن اثنين سيزن وانتهوا، انت استمريت كل هالسنوات واستمريت بتجدد، من وين بتلمس هذا التجدد بوقت في ركود بالبلد؟ هلا من وين بتجي الافكار؟ ما بعرف، وين بتجي الافكار؟ بتجي، هيدا وحي من عند ربنا. بس انا منتبه وواعي لنقطة كثير مهمة ببرامجي، انه على القليلة بكل سنة بالموسم الجديد لازم يكون في شيء جديد. وكل شخصية بحسها انا بلشت ازهق انا وعم بكتب لها خلص يعني، عرفت؟ يعني الشخصية اللي كيف ما بتحركني أو ما بتحفزني لأكتب لها بسهولة خلص أنا يعني بكون زهقتها، ماني قادر بقى وصلها يعني وصلها مهضومة للمشاهد، دغري بقلب عنها فوت شخصيات جديدة. والفقرات اللي سوري أطلقتها من 23 ومن 25 سنة، من أيام أسأل شيء من 92 لهلأ، ما في برنامج كوميدي بلبنان ما استعمل هاي الفقرات. أنا بتحدى كل أصدقائي وزملائي بالكوميديا بلبنان يكونوا عاملين فقرة ببرامجهم مش مرقة عندي. ما عم بحكيك عن سكاتش، طبعا عم بحكيك عن مضمون سكاتش، مش مضمون، عن نوع فقرة يعني من أغاني، من مش بس أغاني وزجل وهودي، لا منه مثلا في شيء ما كان يطبع هيدا سكاتش، عرفت؟ لأنه اللي بتبلشوا بأول حلقة بترجع بتحط منه قطشي، هاي ما كانت معروفة بلبنان، انا مشيتها سكتش اللي بيكمل معك بكل الحلقة. صحيح، وكان يكون تيزر يعني نكون ناطرين لاخر الحلقه، كان عن جد شغله لنعرف هالمره شو بدها من جوزها مثلا او شو ما كان التفصيل، الحزوره بسؤال مثلا، عرفت؟ لعب يعني في ستيل، في مدرسه بالكوميديا طلعت عندي ببرامجي والكل بنيوا عليها وراحوا على بقيه البرامج. مع احترامي للكل، بس ما حدا يقول لي انه في فقره عاملينها مش شايفين مثلها بالبرامج تبع، ما في. ما هلا ما يقولوا شرب الخليل مدعي او شيء، بس الناس لانه ما عندهم ذاكره، انا ذاكرتي موجوده، وانا كل شغله عملها كل شغله بشوفها برجع بتذكر شو عامل انا مثلها بشوفها عند غيري يعني. بس الناس بيقولوا واو شو حلوه، بس انا ما بتذكروا كل شيء انا عامله. بس اذا طلب مني انا مستعد اثبت انه كل شيء موجود هلا بالكوميديا كان عندي مثله. لما تطلع وتشوف في شيء مقلد او في شيء منسوخ او في شيء قريب، هذا نجاح؟ هلا مش قصه هيك، قصه انه حتى تم اظلم اللي نسخ، يمكن هو ما يكون حاضر. في كوميديين هلا طلعوا، يعني ما تنسى انه انا من 26 سنه بلشت اشتغل، يعني يمكن في ناس كان عمرهم سنتين او ثلاثه او خمسه ومنهم واعيين على، وهن افتكروا انه عاملين شيء جديد ويكون مارق عندي، بس ما في شيء منه مارق. بكل امانه، في حدا انا ما عم شوف جديد بالكوميديا اللبنانيه، يعني ما عم شوف جديد، ما في حدا او شخصيه او اسم بيلفتك بعيد عن الناس اللي بتشتغل معهم؟ في كتير ناس مهضومين. مين في؟ مين في مهضوم؟ لا ما عم اقول لك انه ما في ناس مهضومين، بعيدا عن شرب الخليل و شيل فرقتي وفرقتك ومسليني واخواتي اللي عايش انا وياهم برات اللي ما اشتغلوا معي، مثلا انه فادر عادي ممثل كثير كثير مهضوم. ليش فادي اليوم بعيد عن الاضواء؟ ما بعرف، ما عندي فكره، ما بعرف. ممكن يصير كولابوريشن بينك وبينه، تعاون؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ بس انه فادي ممثل كثير مهضوم، عرفت؟ انه بس ما يعني ما صار تعاون انا وياه. في كثير ممثلين كوميديين طالعين مهضوم، جنيد زين الدين، جنيد كثير مهضوم، كثير بضحكني وكثير مهضوم. جنيد ما اشتغل معي، وجنيد هلا بلش من كم سنه مؤخرا. صحيح، من الجيل الجديد.
جنيد بيطلع على اشياء على المسرح بقلد عده شخصيات ورا بعضهم 10 15 شخصيه بنفس سريع. هيدي مرقه عندي من 25 سنه الخبريه. هلا يمكن جنيد ماني عم بظنص ومن مفيق لها، بس ما عرفت هي اللي كنت عم اقول لك انه ما عم شوف شيء بالكوميديا منه مارق. انت وين اليوم من المسرح طالما جبنا سيره المسرح؟ ما عم بفضى اعمل مسرح يا كل الخبريه، يعني كتابه واخراج وانتاج ومتابعه اكثر من عمل تلفزيوني ما عم يبقى عندي وقت. تلفزيون اخذك من المسرح؟ ايه صح. شو بيفرق؟ شو بيفرق عن المسرح بحاله الفرق الكوميديه، بحاله هال يعني لما نحكي عن مسرحياتك اللي مروا قبل، لما نحكي عن الحاله اللي بتخلقها كمان بعملك، شو بيفرق المسرح؟ شو بتقدر تضيف بالمسرح ما بتقدر تقدمه بالتلفزيون؟ بالمسرح في اللعبه اللي مع الشعب مع الجمهور، الاحساس الحلو بالمسرح فيك تصلح، يعني بحفله اول حفله ثاني حفله ثالث حفله بتقدر تعرف ايقاع مسرحيتك ايقاع لعبتك، بتقدر تجمل اللوحه. بالتلفزيون قدمت شغله عملت لها مونتاج انعرضت يا ايه يا لا خلص، يعني الحكم بيصدر بمجرد ما طلعت ورا هالازازه. على المسرح لا، فيك تشتغل اكثر، المسرح فيك تطرح مواضيع اجرأ، فيك على المسرح اكيد في اشياء انه هيدا مشاهد هو اجى لعندك يشوفك، بالتلفزيون انت فت لعنده على البيت، بدك يعني تاخذ بعين الاعتبار شويه مواضيع ما فيك تحكيها على التلفزيون بتحكيها على المسرح. المسرح في متعة الإيقاع، متعة اللوحة، هلا في لوحات أكيد بالتلفزيون، في المسرحية الكبيرة اللي بتبلش بتبقى ساعة ونص مرتبطة وأحداث وشخصيات، في الخدع البصرية، في اللعبة المسرحية الإخراجية، هولي في عندك رؤية لعمل حاطه كنت تميز فيهم كثير، يعني المسرحيات اللي عملتهم ولو قليل بس كانوا كثير مميزين، يطلعوا الناس مدهوشين. عندك شي فكره موجوده هيك تركها لوقتها لحتى تطبخها على رواق تطلعها على مهلها؟ في اكيد في فكرتين لمسرحيتين، بس كل سنه بقول بركي هالسنه بصير عندي وقت او ظروف اطلع فيها اعمله، ما عم بفضل ما عندي وقت. ما عندك وقت لانه دائما تلفزيون اخذك بكل الانتاج، لما الانتاج التلفزيوني بالحلقات يلي بفرقعه خليني اقول بتلقى التليفون عندك مصادرك بتقول الو لحدا معين او كيف بتشتغل بهيدي الناحيه؟ ابدا ابدا لا، في مراجع سياسيه معينه بعتمد على الحدس تبعي. هلا اكيد ما في شك انه مرات بلقط معلومة من بكون بعشاء بكون عند صديق أو التقيت بمسؤول سياسي أو حدا بمرق لي معلومة ببني عليها، بس هي الفكرة بالنكتة أو الفكرة أنك تعالج هاي المعلومة. المعلومة السياسية بتوصل لأي صحافي بتوصل لأي إعلامة، بس الفكرة أنك أنت تعالجها وتقدر توصلها للناس بإطار هيك مهضوم وفرقيعة مثل ما قالت، يعني يعمل فرقيعة. شربل انت من الاشخاص المعروفين بتحليلهم السياسي بحنكتهم بذكائهم برؤيتهم، خليني اقول اليوم كيف كمان عم بتحضر لحتى تعمل شيفت للاونلاين، لانه كلنا بنعرف تلفزيونات لنكون واقعيين، يعني نحن من منبر تلفزيون عم نقول هيدا الشيء، المستقبل كله للاونلاين، في بلان او بروجكت عم يتحضر؟ صح، عملت ابلكيشن مع شركه فرنسيه راح يكون على التليفون وراح يكون كمان على التابلت وعلى الكمبيوتر العادي الديسكتوب، يعني اي جهاز كمبيوتر. هاي الابلكيشن بتسمح انه شو ويب سايت كمان عرفت، فيك تسمح هيدي تشوف كل شغلي عليها تقريبا، وفي شغل راح يكون بس على هالابلكيشن على ال يعني مواد جديدة مخصصة، مواد جديدة لهيدي بس ما راح تكون معروضة على التلفزيون، كمان راح تكون موجودة هونيك، إضافة لأنه في شيء عم هلأ بلشنا ندرسه للمغتربين اللبنانيين مع وزارة الخارجية، ممكن هيدا المشروع إذا كان كمان يكون خطوة كتير حلوة ومهمة ومفيدة. هاي الخطوة رح تتنفس كيف خارج لبنان؟ يعني شو هيك؟ لا لا، رح تبلش من هون من لبنان
لا هي فيها تحفيز للمغتربين للعودة أو للموجودين تحت يشوفوا؟ لا 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 يا ريت فينا نرجعهم اللي كل اللي هون بدون يفلوا بس لا للأسف. هي فيها أكيد يعني فيها دعوة لنرجعوا هيك للحفاظ على الهوية والجذور مش عم نقنعهم يرجعوا بس إنه على القليلة ما تقطعوها إنه خلوا أولادكم يضلوا يعرفوا شو يعني تبولة مثلا شرب هالمساحة من الحرية الموجودة بالأونلاين رح تعلي السقف أكثر من ما هو عالي عندك بالحرية الإعلامية أو لا؟ صدقني مش لأنه أونلاين أو تلفزيون أنا هي سقفي ما عندي سقف أنت رقبتك ذاتية اللي بدي أقوله بقوله والمقتنع فيه بتعمله خلص وبعرف كتير منيح وين حدودي وبعرف كتير منيح القانون شو بيسمح لي أحكي ولا وين بيقول لي ستوب عشان هيك برجع على نفس خبرية ال 17 و18 دعوة انه ولا وحدة ربحت علي راجعين بهذا الموسم الجديد عم تابع أضحو جمعة برشاشة الجديد على كل حال متابعينك بكل شيء في إضافات جديد في صح تغييرات صح لأنه معودين عليك بكل موسم جديد ننطر لحتى نشوف شو الصيغة وشو هيك المطيبات يلي بتزيدهم تفاصيل في تغييرات في تغييرات مهمة بأضحو جام على صعيد الشخصيات والممثلين وفي ربح مثل المونديال وعلى صعيد الفقرات وهلا الربح هذا بفترة المونديال كان في مليون ليرة بقلب الطابق ما بعرف هلا إذا رح حسب البادجت كمان إذا في مصاري بنربح ما في مصاري اليوم في مشكلة في مشكلة بادجت اليوم في هيدي المعضلة يلي الكل عم بيعاني منها أكيد 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 كل التلفزيونات بلبنان عم بتعاني ما نضحك على بعضنا يعني ما في تلفزيون بيدفع المتوجبات اللي عليه على الوقت كله بأخر كله براكم كله عليه ديون كله عرفت للأسف الإعلام عرفت يعني الصحافة المكتوبة بدنا نقوم هلا مش هيك الصحافة المكتوبة انهارت التلفزيونات بلشت تلحقها بس بعدها يعني لك كثير مستحقات مش نعم اخذها من كتير وسائل اعلاميه نعم ومن جهات معينه نعم في بوادر خير لا لا ابدا ابدا للاسف خلينا نرجع على الزمانات اذا هيك تفضل هلا لوين؟ ثاني ملامو المعروف هون؟ الحال طبعا هاي الفقره الثانيه هاي بالزمانات بالزمانات كيف علاقتك مع الوقت اخ يا ريته بعده يعني يا ريت النهار اكثر من 24 ساعه بتنبش عن هاي الساعه ايه. ال 25 ايه. الضايعه يعني بنبش على لحظات اغفى فيها مرات قد ما ما عندي وقت نام بنبش على لحظات اقعد فيها مع اولادي اتسلى انه العب اجي على بيتي مرات ما بقدر عرفت ومرات الحمد لله انه لهلا فرصه ماشي الحال بس يجيني مرات قطع سنين مش 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 مرات انه شهر وشهر مرات مش شهر واسبوعين قطع سنين صدقني قضيهم يعني كيف بدي خبرك ماشي الوقت بالنسبه لإلي ما اعرف كيف يمرق الوقت ال 24 ساعه ما يقدوني لشيء كان عندي ثلاث برامج على الهواء مع بعضه صحيح ثلاث برامج شو وقت لحق كتابه واعداد واخراج وانتاج معك فريق عمل من 40 50 شخص بتصير عصبي بس تنضغط بلعبه لا وقت لا او لا لا الكل بيشهد قد ايه رايق مرات تخرب الدنيا بطربق استوديو بيطلعوا فيي بيشوفوني انه بعدني قاعد انه لا انا اعصابي كثير هيدي شخصيتك من انت وصغير بعصب مش انه ما بعصب ايه بس ما بعمل ردات فعل انه ضبهم لجوا ايه هذا كاركترك من انت وصغير او روضتك الحياه والضغط والستريس بعملنا بشغلنا على انك تكون هيك هادي انت بالاساس انا وصغير كنت ولد كثير شيطان واتريزل كثير معروف عني كنت شاطر كثير بالمدرسه مش انه كنت كسلان لا بالعكس كنت كثير شاطر بالمدرسه بس كنت اتريزل وشيطان بس كنت صبور هي مشكله ما بعرف اذا بدك تسميها عناد اكثر عرفت عنيد
يعني خلص بدي شغلتي بدي شغلتي. ايه هيك انت من الاشخاص اللي اذا بدك شغله الا ما توصل لها. الله يرحمه بيي كان يعرف انه اذا طلبت منه شغله وقال لي لا ولو بعد سنه بده يرجع يقول لي ايه لان انا بدي ضل بدي اياها كون مقتنع انه انا معي حق ورح اقنعه انه انا معي حق فيها للشغله. هيدا بسموه عناد الحق اذا بدك. معود هيك انا وصغير وكبرت بعدني عنيد وما بتراجع كثير عن شيء عملته ومقتنع فيه بشغله. مشان هيك لا بطلع بعتذر ولا بطلع بعمل ردة فعل ولا شيء انه كفو قل كلمتك وامشي. نعم. اذا بدي ارجع هيك شوي للطفوله شو الصوره العلقانه بهيك ذهنك من طفولتك؟ شو المشهد؟ وين؟ مكان؟ مشوار؟ اشخاص؟ عائلة؟ ناس؟ ما بعرف هيك شو الصورة؟ في دروبة رزالة كثير اذا بدنا نحكي اشياء بتضحك. مثل شو؟ مثلا ايام الثلج انا من حراجي تبقى تتلج تعمل متر ونص ومترين ثلج. صحيح. وتسكر طريق، بتعرف في طريق من بيتنا بتوصل على الساحة اللي فيها تكاكين بالضيعة. طبعا. بقى تلج مترين وعواصف. اتلفلف واخذ معي، كنت ولد، شو عرفني؟ اخذ معي رفش واحفر فخ. يعني كانت طرقات سيارات ما في سيارات تمشي، بس المشاة يمشوا، بتعرف يعملوا فرد اجر، كلهم بيمشوا على فرد سكة على التلجات، يعني صح. واحد بيرص الدعسات والكل بيمشوا ورا. على الدعسات انطرها لتعمل عاصفة انه ما حدا يظهر من بيته وروح بلش احفر 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 اعمل فخ متر ونص او مترين. حلو. حتى وجيب قصب حطهم على الهيدا كرتوني او كيس نايلون والدنيا عم تتلج بترجع بتتخبى الدنيا كلها مثل ما هي. هي حد كنيسة الوردية او ابعد شوي. مثلا ما بنسى مرة احد جيراننا كان نازل حامل حرام يمكن شي 5 كيلو ليمون هون و5 كيلو ما بعرف شو شي هيك ونازل ونزل ووقع عن جد. هلا هو انا كولد مت من الضحك بس هلا بقعد بيجعني قلبي عليه. نازل بالجوره وعم نزل مترين على الزفتات لتحت وعم بيسب وعيط وبده يطلع وما مش قادر يطلع يتهدى بالثلجات يهروا عليه. يعني نزل بجوره كثير قويه يعني منيح اللي ما كسر حاله. هيدي مثلا من الرزالات اللي كنت اعملهم. كنت تعاقب على ما كنت خلي رزاله او ما كانوا يعرفوا ابدا ابدا. بي الله يرحمه كان يقول لهم انا بحياتي ماني ضارب شرب الكف لانه فكرني انه انا عرفت يعني بنظره انت طفل المثالي كنت. لا ليك كنت شاطر وهيك ولد ذكي يعني وحبوب. الاولاد بحب انه يجوا الكبار يقعدوا يتسايروا يجوا اصحاب اهلي ناس كبار اقعد ساير. يعني كنت لبق بالحديث وهيك عندي طرافي بالحديث يعني شخصية ولد محببة. بي كان ينبسط فيي وعمل دروبة الرزالة بدون ما خليه هو يعرف او امي تعرف او عرفت انه شيطان عسكت عسكت. ايه وانا بالمقابل جيب لهم علامات عالية بالمدرسة خلص شو فرقت. شرب هال حتى تعوض لهم عن عن هالاخبار كلها. بخياراتك بالحياة يعني بالمراهقة باختيار الجامعة بعدين كنت إنسان واقعي أكثر أو كمان كان عندك هيدي الرؤية أو هيدا بالعربي مثل ما أنت قلت أنه كنت تتيس على فكرة معينة بدك توصلها يعني خلص شو ما كان كوت كوت بدك توصل لهونيك. كيف تعطيت مع اختيار المهنة؟ كان في رفض كلي من جو الاهل انه المسلين عم بيموتوا من الجوع ورايح تعمل اخراج ومسرح وايام حرب ما في لا في تلفزيون ولا في شيء وين رايح؟ شو رايح تعمل يعني؟ انا كنت مقتنع انه هاي شغله انا خلص من انا وصغير حببها وشايف انه بدي انجح فيها. شو اللي حببك فيها؟ ماما شو اللي حببني فيها؟ كتاباتي من لما كنت بصف الديزيام والنوفيام. يعني كنت اكتب موضوع انشا يتعمم على كل المدرسه ويتعلق على الدرج وعلى التابلويات وينزل من مدرسه رهبات الصليب اللي انا اتعلم فيها بحراجل على فرع جل الديب
انه يقروا للتلاميذ انه هيدا التلميذ بيحرج ليكوس وكاتب بهيدا الموضوع. كان عندي اسلوب واساتذتي والمعلمين شجعوني كثير، وحتى بالمدرسه يعني كل حفلات عيد المعلم وراس السنه وعيد الام كل المسرحيات انا اكتبهم. حسيت حالي انه بقدر اعطي بهيدا، واساتذتي شجعوني انه اعمل شيء له علاقه بالاعلام بالصحافه بالاخراج وكذا. هلا لما كان الرفض عند الاهل كانوا منعين هذا الموضوع، اروح اعمل حكيم اعمل مهندس اعمل قاضي اعمل عرفت انه شاطر حرام تروح تعمل. اصريت على هيدا ورحت تسجلت بدون علم؟ اي بدون علم. نزلت على فرن الشباك كان في قصف بوقتها وقنص تحت الخطر وتسجلت وخبرتهم. مين كانوا زملائك بالجامعه؟ تقلى شمعون فرجلا؟ ايه تقلى كانت زميلتي، كلوديا مارشاليان كانت زميلتي، جوليا بطرس. جوليا بطرس؟ ايه الفنانة المطربة جوليا بطرس كانت معي بصفي. جوليا قصار كانت اعلى. جوليا كانت اعلى. ايه تخرجت قبلي، جابرييل يمين تخرج قبلي. كتار نحن من الرعيل اللي في من بعدي اجى فادي شربل مثلا بعد بشي سنتين. مين بدي اقول لك؟ كتار رح نرجع لايام الجامعه. نشوف هيك بديك تعلق على صور رح نشاركهم مع المشاهدين. هيدي تقلع. ايه هيدا بمشروع التخرج تبعي لما تخرجت دبلوم دراسات عليا. هاي المسرحية عملتها بارودي على مسرحية هاملت، سميتها هاملت في ورطة، عملتها كوميدي ساعتين. طلعت بوقتها الأول بالجامعة. حتى شكسبير وانتقدته. ايه حتى شكسبير. هون تقلى شمعون كانت رابطة جوزة على طول بالجنزير، هو جوزة هو عشيقة أكثر ما هو جوزة، تجره بالجنزير. الممثل اسمه سامي أظان، هلأ هو ضابط بالأمن العام اللبناني. بوجه لهم تحية اثنيناتهم أكيد. حتى في صورة احتفالا كمان بآخر دبلوم. قديه هيدي الأيام يلي هيك فيها حنين فيها حقيقية، شو بتفرق عن اليوم عن واقع الشغل؟ شو كان فيه بهاي الصورة بهاي الأيام بهاي الفترة بتفقده اليوم بالعمل خاصة بإطار الجو الفني؟ كان في صدق بطل موجود هلا. نحن كممثلين بهيديك المرحلة وكمخرجين وككتاب كنا مع احترامي للي عم يطلعوا هلا كنا نشتغل على الاحساس اكثر مش على البوزات. هلا كله شو فيني يا منيره يا بديعه شو هيدا كله بده يتصور عرفتوا انستغرام وفيسبوك كله عنده البروفيل الاحلى. لا ما فينا بدنا نقعد هيك او هيك بتحط ايدي هيك بفوت شعراتي بتسوي ما كان التمثيل الحقيقي والصادق كان عنا نحن جيلنا. هلا ما بقى عم يطلع ممثلين بيشتغلوا من جوا، كله بيشتغل على شكل خارجي. وبيجوا كتار لعندي شباب وبنات بدهم يشتغلوا معي، بعمل لهم كاستنج وبطلعهم كم حلقه. كيف بدي اقول لك؟ يعني صار التمثيل مثل كل شيء بهالايام سطحي. ما بقى في تمثيل على كل حال في من الاشخاص يلي هالقد بيشتغلوا باحساسهم وهالقد كانت يعني تطققنا وبعدها اكثر من رير وضحك وبحضورها ان كان بتقرير او باي مكان. اشتغلت معك وبعرف انها صديقه وزميله. رح نرجع بالزمانات لسكتش انعرض على تلفزيون لبنان من تقرير مع ميراي بانوسيون. حبيبه قلبي ميراي نحضر. نساء في العاصفة. ايه هكشي بس ايشي مش عم بعرف كيف بدي سكره، درت على الضلع اسأله كيف بسكره وكيف بسكره. قاموا نصحوني وقالوا لي ما إلكش غير الوزير السابق هو الوحيد اللي بيسكر كل التلفزيونين، تفضل شخص بدك تعمل. ما الله عليك شو هالضرب القاضي بتسلم دياتي، الله ما يحرمنيش منكم. لشو هالتلفزيونين اللي حسكتوهم ما فيهم شيء طقشوا طقشوا رقشوا نقش وثقاليب اللي حسكرتوهم. عم تحكي جد؟ معلوم بدك لدغري لبنان بلد قد الفستوكه، بيكفي تلفزيون واحد، لشو الخمسه؟ وبعد بدنا نسكر اربعه. نتأمل بالمستقبل. لشو؟ سكروهم.
واذاعات كمين وسكروا كمين الينابيع بنشرب من ماي الشتاء وسكروا المصانع والشركات من جد من برا وكمين سكروا المطاعم منشان تقدروا تعملوا مهادب وعشاويه وسكروا كمين الطرقات منشان البديجارليه والمواكب تاعولكم وسكروني تمني هيك منشان ما حد يحكي غيركم وسكروني عيوني كمين منشان حتى ما نشوف الشي غلط وسكروا كمين إنا سوين منشان ما تخلص للشعب من قلة الشعوب اللي عم تجي ما عم يجيني شعوب أكتر بدنا من اللي بدنا نخلفهم بمئتين مرة. تحية لميراي بانوسيون. ميراي كانت معي بالجامعة كمان من زملائي بالجامعة. جنن. أكيد بوجه لها تحية. هالحقيقية اللي عم تحكي عنها هالمود اللي شفناه بالسكتشات بطريقة التعاطي بوقت كمان انتو كنتوا مع عبر شاشة الوطن شاشة تلفزيون لبنان يلي كمان كلنا بنعرف قديه في هيك نوع من الاحترام لها الشاشة من خلال المضمون يلي بيمرق عليها ولكن معك انت دائما الرسالة بتوصل بطريقة هالقد خفيفة شو تغير بين هديك الايام وبين اليوم بالتعاطي مع سكتشات مع المضمون خليني اقول من زمان فترة اللي كنت بتلفزيون لبنان تعرف كانوا السوريين موجودين بلبنان وكان في كيف بدي اقول لك رعب انك تقدر تحكي بموضوع في حريات ما كان حدا يحكي بكل لبنان الا هيدا البرنامج ومن تلفزيون لبنان اللي هو كان يجيب اعلى ريت واعلانات يعني كان معيش تلفزيون لبنان بالاربع سنين اللي قعدهم هون كان معيش تلفزيون لبنان الله يرحمه استاذ جون كلود بولوس كتبها بكتابه وقال عن البرنامج يعني بوقت اللي كان تلفزيون لبنان واقع بالعجز والافلاس كان هيدا مردود الاعلانات من هالبرنامج اللي هو تقرير برنامجي كان يطلع معاشات تلفزيون لبنان كليتها وصار في كتير ضغوط ومحاولات لقمعي وإيقاف هيدا البرنامج لكن نجاحه والمردود المادي يعني مش كرمال سود عيوني ومش مثل ما كان كتار يفكروا انه حدا دعمنا لا ما كان حدا دعمنا كان برنامج عم فوت اعلانات على التلفزيون عشان هيك استمريت اليوم في حدا دعمك كانوا كبوا لي ما اليوم اليوم في حدا دعمك شرب في الله دعمني بس شرب لما الواحد ينتقل على محطه ثانيه ينتقل على اماكن ثانيه رح احكي عن هيدي النقله يلي كمان بتصير مع رؤية جديدة مع شروط مع مساحة حريات مع مساحة ممنوعات رح توقف كمان بعد الفاصل عند محطات بدنا نتوقف عندها نحكي عنها لأنه كانت سباق كمان بالتعاطي معها من خلال عملك رح نفوت على فاصل تاني بحلقتنا لليلة نرجع نتابع سهرتنا مشاهدينا خليكن معنا مع ضيفنا بهالحلقة الكاتب والمخرج شرب الخليل نتابع مشاهدينا نحن وياكم سهرة من العمر مع المخرج والكاتب شرب الخليل بعدنا بالوقت اللي بيخدنا لورا لمحطات بدي ارجع فيها لل 2001 تحديدا لأول مرة تم فيها تقليد للعماد ميشيل عون ضمن برنامجك رح نشوف على كل حال الصوره ونعلق شوي اكثر كان في حظر هذا ضمن بسمات بوقتها ضمن بسمات وطن اي صح يعني بالرغم من كل الظروف كيف تعطيت مع هال بوقتها عملت تحدي مع حالي ومع الوضع القائم بتعرف وقتها كان الزمور ممنوع يعني تتا ما في بقى قلت له وقتها للشيخ بير ظاهر قلت له هالحلقه فيها شخصيه العماد عون قال لي كيف؟ قلت له عملتها قال لي بركي عملت مشكله تحمل مسؤوليه قلت له انا بتحمل مسؤوليه ايه يعني انه برايك رح تعمل مشكله قال لي ما بعرف يعني كان يغامر معي مرات نزلناها عملت ضجة منيح الحلقة وكان انه بتعرف يعني وقت انه صوره ممنوعين طلعوا ببرنامج هالقد من شاف على الال بي سي ولو بتقليد مع جون بوجدعون كانت نوع من تحدي لالي ومرق مرق كنت تحب يعني اوصل له افكاره عرفت
كرمتوا باعمالكم كمان دكتور بيير فول باستراليا من ضمن من ضمن جوله كمان لا بتذكر اي عمل بال 2004 بس مسرحية وطن. بسمات وطن برمت فيها على استراليا على هيدي الصورة استراليا كندا امريكا فرنسا خليج كنت كل دول اللي فيها يعني انتشار لك تكريم انتشار لبناني التكريم هيك تكريم بيعني لي بس هو التكريمات على التلفزيونات بيدفعوا حقهم لا اكيد ما بيعنوا لي شيء ابدا ليه عم تبرم هالكرسي هيك بعد شوي رح يصير وراه اوكي لا هيك تكريم من ناس يعني دكتور بيير رافول بس عرف انه نحن بسيدني اتصل فيي وعملنا عشا تكريمه وعرفت هلا برمت هيك كل شو عم تبرم بتعرف هي الخطه تبعها لتثبت انا بقرب على طول لحتى ثبت اجر بالارض 100% اوكي بقى شو كنت عم اقول لك؟ كنت عم تقول لك عن التكريم انه ما بيعني لك هذا التكريم اللي عم بيصير على تلفزيونات اليوم يلي مدفوع كنت عم بتقول ايه لانه اخذت الميوراكس دور انا بال 2000 اول ما طلعت الميوراكس دور اخذتها بأولى سنوات الميوراكس دور ايه اخذت الميوراكس دور يعني ثاني سنه رجعوا عملوا بما انه انت اخذت اول سنه لا ثاني سنه رجعوا عملوا الميوراكس دور رجعوا اتصلوا كنت بالال بي سي بوقتها انه كمان السنه طلع برنامجك افضل برنامج كوميدي وكذا في ميوراكس دور حضر اعطينا صور وحضر كلمه وما ادري شو حضرنا قبل بشي جمعه بدي اقول كمان مكتب الشيخ بير داير بدي اقول انه لا ما بقى في ميوراكس دور لا لانه المشرفين على العمل قالوا انه لا الجائزه تنعطى لشخص مرتين ما بيجوز عرفت شو هلا شفنا انه في ناس شاريين على الجائزه يعني كل سنه بياخذوها في ناس عطون خمسة ستة سبعة ميوراكس دور من هون بتعرف التجارة بقصة الميوراكس دور واللي بيزعل بوقتها كتبت مقالة كنت اكتب بمجلة المسيرة الافتتاحية تبع مجلة المسيرة حطيتها وعملت كتبت مقالة عندي ميوراكس للبيع وهلا بعني اعرضها للبيع اذا حدا بيشتريها يعني عرفت كل هودي ما حكيت مع دكتور زاهي وفادي حلو بهالموضوع لا شو بدي فيهم مش ناطر تكريم من مؤسسات تبغي الربح المادي عرفت هاي مؤسسات تبغي الربح المادي كل مؤسسات أي تكريم في 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 هلا كمان مهرجان تكريم دقولي قالوا لي بدنا نكرمك انت وجامبو جدعون قلت لهم ايه اوكي مرسي كلكم ذوق مدري شو بعد شي جمعتين بدقوا قالوا لي لا ما فينا نكرمك لانه في شخص ممول بالتكريم انت عوني عرفت ليك وين الخبرية يعني انت عوني وهو ممول التكريم وهو ما بحب كيف ها انه عرفت سوري بدنا نعتذر منك يعني هيك بيعطوه قلبوها اخذوا بمنحة سياسة بمنحة عزوهم اخذوا الخبرية كمان احد مهرجانات التكريم عاسس انه في تكريم مدري شو شوي بيجي يطلع انه في فنان كمان مكرمينه بقال لهم اذا في شرب الخليل انا ما قالوا لي ايه عندك اعداء ايه وهن ايه مش اعداء عندي غيارة بقى هن تري متفقين معه يبدو انه دافع او شيء ما بعرف شو القصة بقى فضلوا علي كمان رجعوا انه انا الشعب بكرمني اي تكريم انا بس تجي مرة بالسوبر ماركت تركض لعندي استاذ شربي انا بحبك وتجي بتغمرني وتبوسني ابني بده يتصور معك مرة او لا وجوزي لانه مرة اكيد انا ما قلت لك زلمة تصور انه ايه وتكون مرة حلوة وتجي تغمرني تبوسني هذا اكبر تكريم لا عن جد انه بس لقي شخص بيجي على الطريق من كم يوم كنت باحد البلدين برات لبنان على طريقة يعيطوا لي انه باحدى المدن اللي فيها انتشار لبناني هيدا التكريم بس من زمان كثير هلا بقبرص من يومين ثلاثة انه بتروح على الاغتراب على الطرقات هون بتكون بيجوا الناس بيسلموا عليك ببوسوك بيقدروك بيحكوا معك هيدا التكريم حديدة مرشوشة ذهب الوقت لقدام كيف تطلع له شربل؟ لما هيك بتنظر للمستقبل وين بتشوف شرب الخليل لقدام بيجي نهار بتترك كل شيء بتسكر هالصفحة وبتروح على ريتايرمنت تبعك بمحل بعيد بمحل إذا القرف هيك بده يضل يعني قرف التعاطي مع
الفنان اللبناني من قبل مؤسسات الاعلام عرفت. عرفت، ما بعرف قد ايه بعد بستمر هيك، انه بتشتغل وبتلاقي تعبك وحقوقك ومصرياتك راحوا وما حدا بيسال وفي جشع مش طبيعي. بدنا نقوم ملاحظ بس نجيب سيرة المصاري هالضوء بيغمز. ما بعرف هلا، قلت لك عم جرب روح على هي الرجيم من جماعة هوديك مش عم يدفعوا. عم جرب روح على الاونلاين. نعم. اذا مشي مشروع الاونلاين هلا رح ضل بالتلفزيونات، مش انه لا رح ضل لحديت ما تكون في غموض يعني. المستقبل قدامي شوي غامض، بس اكيد انا رح ضل اشتغل ورح ضل اكتب ونحن هيك اصلا بدنا اياك يعني. ما في لما يكون في حدث غايب عنه شرب الخليل، الناس كلها بتقول هيدا بده شرب الخليل على اسرار. تفضل. هلا انا بقعد على الكرسي الثابته اكثر. انا هون عمر معروف. هاي كرسي. منيحة القعدة؟ ايه هون احسن من اللي قبلها. ما هديك فخ قصد لنشوف قد ايه هيك قدر تكون. لا انا ما بديش اقرب لك ظهري يعني، اخر شيء صرت هيك جنابي يعني. الفقرة الثالثة بتاخذنا شوي لهيك الجوانب يلي مش دائما بينحكى فيها، بنفوت شوي على الجوانب يلي دائما هيك الناس بتحب تعرفها عن الأشخاص يلي بيكونوا تحت الضوء، عن صداقاتهم، عن حياتهم. أنت من الأشخاص يلي ما وصلوا بالسهل على اللي عم يحصدوه اليوم، شخص يلي بيمرق بكل هالمراحل بالحياة، بكل هالتجارب، شو بيربح عن الشخص اللي بتجي الأمور هيك على طبق من فضة؟ شو بياخد إضافة عنه؟ بصير يعرف قيمة الأشياء أكثر، يعرف قيمة التعب، بيعرف قيمة الوقت، بيعرف قيمة السهر، بيعرف قيمة الفكرة، بيعرف قيمة الحفاظ على إذا بدك مخصصات أو شيء بيملكه غيره. هيدي شغلة تعلمتها من أنا وصغير، وقت بلشت أشتغل أنا وصغير يعني، كنت أشتغل بالصيفية أول شيء بتاعت مدرسة، وبالصيف 3 أشهر أو 4 أشهر روح أشتغل. اشتغلت بمطاعم، اشتغلت أنا شيف باتسري، هيدي يعني مثلا ما بتعرفها يعني. هلأ بعمل حلو يعني، من أشطر معلمين الحلويات الأجنبية بلبنان، أنا معلم كتير شاطر. وكمان مش بس معلم بالمطبخ، كمان نعرف معلم. بعدك بتصلح سيارات كمان معلم؟ ايه. شفتنا على كتير اشياء. بفرط سيارتي يعني كلها بفرطها وبجمعها. اشتغلت بمعمل خياطة، عملت كنزات، فتحت معمل كنزات أنا، اشتريت مكنة كبيرة على الكمبيوتر وصرت أعمل كنزات ونزلت كنزات على السوق كميات بالجملة يعني. عرفت شو اشتغلت بعد؟ اشتغلت تاجر خضرة، بطيخ وخس وليمون. وأي هي ربحت أكثر شيء؟ ليك تجارة الخس بتربح كثير، عن جد كانت تربح. شو كمان؟ ما في اشتغلت شوفور تاكسي يعني. لما كنت عم بدرس ترمينال كنت بثانوية غزير، وبي كان عنده سيارة مرسيدس، بس انه كانت خصوصية من زمان ايام الحرب، مش الحمراء، المرسيدس كانت تاكسي، مش ضروري تكون. في ناس بتخجل لما تحكي عن مرورها بهالمراحل او لا، قديش هيدا الفخر يلي عم تحكي عنه، عم تحكي فيه شربل، كمان قادر تنقله لاولادك اليوم يلي انت قادر كمان تحتضنهم، تقدم لهم الافضل، عم بتقدم لهم اياه ان كان هلا بجامعاتهم يعني. اليوم انت عائله من 3 اولاد، شربل وكارل وكي، شباب بين الحقوق والطب يلي انت ما عملته هن عم يعملوه، وكي بعدها بالمدرسه اذا ماني غلطان. بقيا بالسكوند اول ثانوي. شو بتنقل لهم من هال اللي انت مرقت فيه؟ بالعكس انا هلا اني عم اقول لهم انه هلا بالصيفيه اشتغلوا يعني. كارل راح اشتغل الحمد لله، ماديا مكتفيين، بس خلي يعرف شو يعني الحياه، خلي يعرف شو يعني التعب، خلي يعرف شو يعني تحمل المسؤوليه.
انه هو وحده يعني يعتبر انه بيو منه حده وعايز يشتغل. عرفت؟ تشتاق لهم لما كانوا بهالحاله اطفال؟ اه هيدا كارل. ايه موديله يقبرني. هيدا كارل هلا عم اول سنه طب. هيدي كي هون كان عمرها شي سنه يمكن. شو تغير فيك شربل لما صرت اب؟ لما صرت اب لاول مره وثاني مره وثالث مره كان نفس المفعول الرجعي لهالشعور الكبير حقوق شربل يلي كنا نسمع صوته يقول انا الكبير, الكبير فيكم 100%. هي هاي اللقطه. شو تغير فيي لما صرت اب؟ صرت قدس امي وبي. صرت قدس امي وبي وكل اولاد ما بيعرفوا قيمه الام والبي الا لما يتجوزوا ويصير عندهم اولاد. عرفت؟ وبفرح فيهم يعني. عرفت؟ الولد بيعطيك فرح ما بتحصل عليه من اي مصدر ثاني شو ما جربت تعمل. ممكن تحصل على الفرح اللي بيعطيك اياه ولدك. شرب اليوم كيف بتتعاطى مع اولادك اليوم؟ الجيل القديم يعني بيتنا واهلنا وجدودنا مش مثلنا نحن بنفكر، والجيل كمان يعني الاولاد الجداد اللي هن الجيل الجديد كمان رؤيتهم مغايره، انفتاحهم على الحياه على الامور على تفاصيل. انت كيف بتوفق بين شو انت وشو المبادئ وشو مربى وبين اولادك كيف انت مربيهم وكيف هن كمان الحياه اخذتهم بهالمجتمع يلي كمان على تطور على تقدم على انفتاح على رايحه مكان اخر؟ لك تا احكيك عن الشباب لانه هلا صاروا شباب. كي اوكي انه 15 سنه يعني بعد عندها سنتين ثلاثه اكثر لتبلش هيك شوي تاخذ حريتها اكثر. كارلو شربيل اصحابي يعني انا وياهم كثير اصحاب ما قصة انه بي وما بي وهن كثير بيحترموني وبحبوني ما بيزعلوني. مش ما بيزعلوني لانه بخافوا مني، ما بيزعلوني لان بحبوني. يعني ما بحبوا بيهم يزعل بس لانه هن بحبوه مش لان بخافوا منه. انا ولا مره خوفتهم، انا بعمل لهم كل شيء ليحبوني. عرفت كيف؟ وبعمل لهم كل شيء هن بحبوه خلص يعني عم بقولوا انه يعني بقولوها بقولوها قدام. بقولوا لك شي مره مثلا يا بابا خفف انه روق شوي بخافوا عليك أكيد لما تصير هالامور؟ اكيد بيعتلوا هم. بس كيف بدي اقول لك؟ خلص عندهم ثقه مطلقه، عندهم ثقه مطلقه فيي وبيتكلوا علي بكل شيء وشو ما بدهم يعملوا بيجوا بيسالوني. وبالعكس يعني اي شيء هيك بيطرح لهم سؤال انه كيف هاي بتصير بقول لهم تعالوا نروح نجربه. انا بخدهم يجربوا قصص. عرفت؟ انت يعني ولا أنا لوحدك؟ لا مره مثلا من سنه لارا زوجتك بنوجه لها تحيه لنوضح اكثر لانه قلت لارا بس ما وضحت. لا انه في اشياء بخدهم مثلا هي خبريه يمكن ما حدا بيعملها انه بي ياخذ اولاده على سوبر نايت كلاب. انا هل بدي اوصل لها يحضرهم شو؟ عرفت؟ انه كنا باوكرانيا بكييف وبيسالوني بابا انه كيف شو وشو بيروحوا بيعملوا بيقولوا الاوكرانيات حلوين. تعالوا بدكم تشوفوا الاوكرانيات. يا زلمه حطيت تكت على اخر الدنيا خدان عم عامل لا هونيك الاصلي عرفت هونيك وجه الصحارى. اخذتهم وفتنا على سوبر نايت اهم سوبر نايت كلاب بكييف. قالوا لي طيب كيف فتنا هلا شو بيصير؟ قلت لهم هلا اذا بدكم بتجيبوا بنت بتقعدوا وحدكم بتفتحوا لها شامبان بتحكوا انتوا وياها بعدين اذا بدكم تروحوا بتظهروا معها. يعني هي كل الخبريه. قال طيب فينا نفتح لهم شامبان؟ فتحنا لهم شامبان قعدوا تسيروا معهم. بتعرف شو تسيروا معهم؟ هلا هني خبروني كارل قال لها لهيدي اللي قاعده حده قال لها ما بتستحي ترقصي مزلطه؟ قالت له لا هيدا شغله يعني ليك ولادي كيف بيفكروا. اوكي قلت له لا هيدا شغلي وانا بدي اعيش و بس جربوا. قلت لهم شو لقيتوا؟ بس قالوا لي بس جربنا. بعد تروحوا بتحبوا تروحوا؟ ابدا ما عادت خلص
يعني تما تضل الفكره اخذتهم براسهم انه شو الكباريه وشو بيروح وشو كل هي بهالبساطه، لانه اوقات بنضخم الامور وبنشوفها برؤيه ثانيه. جربوا هاي الكباريه يعني. على فكره انا كمان نزلت وفتحت شوبان. هاي بنحكيها بعدين. لارا وين كانت بالسفره؟ لا كانت ما هي اوكي كانت هي اوكي. شربل رح نفوت على فاصل اخير بحلقتنا، من بعدها رح احكي عن صداقاتك بالمهنه بالعمل بالوسط، عن الناس يلي في وحده حال انت وياهم بالشغل، ورح نختم كمان حلقتنا بالقسم الاخير، بريك اخير بحلقتنا مشاهدينا. احنا وياكم بنتابع مع ضيفنا بهالحلقه، نجمنا بهالحلقه، الكاتب والمخرج شربل خليل. مشاهدينا منتابع نحن وياكم سهرة عمر بالقسم الأخير بالأسرار، بأسرار المهنة. الصداقات قليلة أو أنت بتبعد تفصل بين الصداقة وبين الزمالة؟ هلا في كتير زملاء عمل. الصداقة شيء مهم، بده متابعة. الصداقة إذا ما تابعتها وعندها متطلبات الصداقة بتموت منها لحالها، عرفت يعني؟ البعد جفا. بقى الصديقين ليكون في صداقة حميمة بين بعضهم وقلوب مفتوحة وراحة ويرتاحوا لبعضهم، ويدق له وينك يا زلمة اشتقت لك، عرفت شو؟ أو صديقته شاب وبنت. أنا أؤمن كتير بالصداقة بين الشاب والبنت، بدها متابعة الصداقة. مشان هيك لأنه وقت كتير ضيق ما عندي كتير وقت لتابع صداقاتي، مع أنه في كتير ناس نكون بلشنا مرحلة صداقة ونغيب عن بعضنا بحكم الشغل، تبرد العلاقة. فبتبرد العلاقة. ايه تبرد وتروح. مشان هيك صداقاتي قليلة، زملائي أكثر. جون بوجدعون صديق أو زميل؟ لا صديق وخاي. ده أكثر من صديق، خاي جون بوجدعون. مساء الخير جون. يسعد لي مساكم. الفنان الممثل، يعني ما بعرف شو بدي أقول ألقاب من كتر ما بنحترم هالموهبة يلي بتمتلكها. مساء الخير للفنان جان بوجدعون. كيفو جانو؟ اهلا وسهلا فيك. مشتاق لكم يا عمي. منيح اللي طلع بالبروجرام لانه مش عم بسمع صوته. صار لي شهرين مش شايف ولا سامع صوته. هيدا ابرص اخذته منك. لا يا عم شو ابرص، كل نهار ونص يعني كان عندنا هونيك شغله. جان لما نحكي عن زميلي، عن صداقه، لما نحكي عن شربل خليل، هالرؤيوي بكتابته بإخراجه بهالنكتة يلي فيها وجع مجتمع، وبنفس الوقت هالصداقة يلي تحمل كتير بيناتكم كمان ومنشوفها مترجمة على الشاشة بنجاحات بهالتوأمة بيناتكم بالعمل. قبل ما نحكي عن شق الصداقة بالعمل، كيف أتعاطي مع شربل خليل بأي صيغة؟ ليه الاتفاق؟ في ناس بتمرق وبتفل، وفي ناس بتستمر مثلك انت لحتى تكونوا هالثنائي الحلو، هالعمل الرائع. شو اللي بيميز هالعلاقه بحكم الزماله والعمل؟ اول شيء انا بدي واجه تحيه لتلفزيون لبنان، لانه بعتبره بيتنا. يعني نحن كنا ورجعنا على التلفزيون، هلا عم نحكي من التلفزيون جامع كل التاريخ الفني. يعني انا شربل مثل ما قال هو، انا بقول له كمان هو خي، لانه نحن مش انه التقينا بعت وراي بدي اشتغل انا وياه ببروجرام او شيء، نحن نشأنا سوا انا وشربل بالجامعه ببيوتنا، ينام عندي ينام عنده، نقعد عند بعض ناكل عند بعض، اهله واهلي. يعني خطينا هاي قصه، يعني فتنا اكثر من الموضوع. بعدين شربل اسمه، يعني اسمه على اسم اعظم قديس بلبنان، يعني اعماله اخذه من هالاسم. بحس انا شربل بيعرفوه بالوسط الفني انه كاتب ومخرج وهيك، بس ما بيعرفوه مثلا انه عميد بعمله لاقصى درجه بفنه. يعني اللي بده يقوله بده يقوله، وما في ما بيغير شخصه. يعني شربل انا بحسه يمكن يعني بحس حالي مش انه التقيت فيه هيك وشقنا سوا، بحسه قريب مني كتير. يعني ذات الطينة ذات الخامة. والدته الله يطول بعمره، ام الياس، بتصلي الصبح وظهر وعشية مثل والدتي ذات الشيء.
وبيستاءوا بلبنان. نحن مش معودين انه يكون في مثلا شو بيقولوا ناس تضل فنانين مع بعض، ومعودين انه كل واحد بيفتح دكان. عرفت كيف؟ ايه، وبصيروا بعد فتره ينتقدوا بعضهم او بيكون معك بعد شوي بينساك. نعم، جون بينك وبينه هيك اوقات بتقول له نصيحة خي، طالما ذكرته هالكلمة بتقول له نصيحة صديق زميل، في هيدا الانسايتس بينك وبينه، هيدا الحديث أكيد. يلي ما حدا بيعرفه بس انت وياه بتحكوه، تقييم أكيد. للعمل، للشغل، لحادثة معينة. ايه، انا ليك، انا يعني هو بيعرفها فيي، انا بحس بالناس، يعني تقلد شخص بحس فيه، بحس بالجو العام هيك، بجو سكاتش عامله هو، بعطيه وجهه نظري يعني. وبيسمع منك؟ بيسمع مني، اوقات بيقنعني، اوقات بيسمع مني. ايه، بيسمع مني، فيك تساله اصلا. بياخذ بوجهه نظري يعني. نعم، اذا بدي اروح على اذا بدي اروح على شق الصداقه بعيدا عن العمل، شو اكثر شيء بشخصيته ما بتحبه؟ ما بحبه بشخصيته؟ بعدني عم بفكر هلا، عم على صعيد الصداقه عم بحكي. ايه، عم بحكي على صعيد الصداقه بعيدا عن العمل، هيك شيء بيعصبك بنكرزك انه هيك ما بعرف شيء ما بتحسه؟ بيعصبني ما شربي اللي قال لك شغله، الوقت بيدركه، وبس يدركه الوقت بيدركني معه الي. عرفت كيف؟ يعني مثلا قد ما قلبه قلب طيب، يعني قلب باي، يمكن انا عم بحكي هلا بقولوا عم يحكي عم بيحكي هيك، لا ابوس ولا شارب مثله، يعني مثلا شارب اللي عم بيكتب فوت لعنده حدا لنحسه بيلهي، بصير هو شربي ما له عيني يقول له بعد عندي نص ساعه بدي خلص، قاعد معه كذا كذا، بصير له الشخص كب شربي على الكتاب وبيدرك بنزلك كل سوا يعني. عرفت كيف؟ هاي هذا الشيء اللي انه يعني عرفت كيف انه هيك. الله يديم هالصداقه، شكرا لانه دائما عم بتقدموا لنا ماده هالقد بتعكس مجتمعنا، هالقد بتضوي وبتحط الاصبع على الجرح، وتحيه كثير كبيره لك ولهالمداخله الفنان الممثل جون وجدعان. انا اذا بحكي من هلا لبكره عن تاريخ شربل ما بيخلص، لانه شربل مش هيك، شربل تاريخ بحد ذاته، اول شخص حمل رايه الكلمه ببلد كان مثل بدك منهوك محتل كل شيء، وهو مشي وافتكروا حدا داعمه لشربل او عم بيحكي، وشربل هو بيعنوا قناعته، قناعته فكره وقلبه هو لحاله. صحيح، حريته يلي نابعه من داخله. نعم. جنو، يا جنو، انا طالع لعندك اليوم. خلص ناطرك. انا 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 مجبور تطلع لانه انا هلا معلش تعبت. خلص هاليوم انه عندي ايفنت عامله بالضيعه عندي انا، رويست النعمان. نعم. ف اول شيء يمكن بدعيكم لكلكم تشرفونا، هو ايفنت رياضي بيشرفنا يعني، بس هلا مهم شربل يفضى ويطلع لعندك، اهم شيء بده يطلع جماعة الجاي. خلص ما بيقدر. شكرا لك، شكرا لهالمداخله، على امل اللقاء القريب. شكرا لك جون وجدعون، يا هلا حبيبي، يا هلا. هودي هن الناس يلي بيطبعوا بحياتنا، بيكونوا هالقد صادقين، هالقد امينين لمحبتنا، لصداقتنا لهم. كتار الناس يلي مثل جان او جان من القليل القليل يلي حواليك. لا، في يعني جان قلت لك في علاقه كثير خاصه انا وياه، يعني من 86 اصحاب انا وياه، وربينا يعني من اول نهار ربينا اصدقاء واخوه، وننام عند بعضنا ويجي نام عندي ويروح نام عنده، وهيك يعني علاقتي بجان كثير مميزه. وحتى لو وحتى لو ربيت ماشيه، ولو ربيت دجاج، ولو صار عندك مزرعه حيوانات، ما هو ابن ضيعه جان كمان، ابن بتصير العلاقه كمان بالعكس، بتحب الدجاج وبحب الزريعه وبحب الارض حلو. ايه مثلي يعني، انا بعلمه شوية فنجات بالزراعة، بيسألني عن شوية عن صار. انت في عندك خبار بالزراعة صح. يعني بتخترعهم وبيطلع صح. معك حق فيهم صح. صح. انا بزرع بجنينتي حد البيت، عندي جنينة بزرع كل شيء لازم نقوم هلا لانه طفوا 100%. لا منكمل فكرتنا بنرجع من فكرة. بزرع زراعتي كلها عضوية، ما بستعمل مواد كيماويه ابدا، لا بحط كيماوي بالارض ولا برش،
انا بيتي بميروبة، انا بميروبة. ساكن بميروبة، انا من حراجل بس ساكن ميروبة، ما برش سموم و يعني ببتدع شيء، يعني الخضره فيها دوده ومانو وفرفور وصوصي ودبانه، وهو اللي بيجوا على الخضره. انا اكتشفت لهم الحر، الحر يعني بعبي برميل ماي وبدوب فيه كيلو ونص بودره حره، الحر الاحمر اللي بنرشه على اللحم بعجين وبترشه على الخضره، يبادي لكل انواع الحشرات، وبتاكل خضره صحيه من 100%. على مسؤوليتي ايها المزارعون، اللي بيزرع حد بيته بده ياخذ بهالنصيحه، ياخذ بهالنصيحه، يرش الخضره حر، ما يجيب اي نوع سموم. بيكفينا سرطانات بلبنان وشو عم يجي، بيكفينا سموم حوالينا وسميت بدل، رشوا حر. وانا بكفلكم انه الخضره عندكم تطلع ممتازه، هذه من احدى العلوميات عندي. يعني اذا في بعمل كتاب عن الزراعه، في كتاب قيد التحضير عن الزراعه. شرب الخليل على الفقره الاخيره، تفضل. هلا وين هون على الكرسي الاخيره، هلا هي بتزحف مثل ايديك بس هيدي لا لانه اعلى رح تكون ثابته. ها وعد نزلت، هي بتنزل؟ الفقرة الأخيرة ايه؟ مع الصحافة يلي دايما عندهم حصة، ليلى الصحفية ريم شاهين، نختم معها بسؤالين بختام حلقتنا. ريم شاهين مساء الخير. بونسوار شادي. بونسوارين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك وبونسوار التستاربل. بونسوار ريم. يعني مثل العادة ريم، الختامة على الصحافة، تفضلي أول سؤال بتطرحيه على ضيفنا الكاتب والمخرج شرب الخليل. أنا بدي أسأل أستاذ شربل إنه الله يخلي له ولاده، اسم الله شبان وصبية، ما بخاف عليهم من التهديدات اللي بتطلع ورا كل خبرية بيعملها؟ قديش هو حذر إنه ينتبه لهالشغلة؟ لكي اول شيء مسلمون لربنا ولمر شربل كلهم هم من الاخر بقول لك، وهي على العميانه. وثاني شيء بنتبه له كثير، بنتبه له يعني بكون كثير مصر اعرف وين رايحين واي ساعه رايحين ومع مين رايحين وكيف رايحين، وما بيروحوا لوين ما وين ما كان، وبتبعهم ومرات ما بخليهم يروحوا بلاي، واذا بدهم يروحوا حدا بيرفقهم. لا اكيد بعتقد خصوصا انه كل المواضيع اللي بتقدمها او المحتوى اللي بتقدمه ببرامجك من اول ما بلشت محتوى دسم، يعني فينا نقول محتوى شو؟ محتوى دسم، يعني دائما بيدقر، دائما في محتوى ما بيمرق كيف ما كان على الشاشه. ولكن لا، المتابعة هذا الموضوع متابع يعني من هاي الناحية. سؤال آخر ريم تفضلي. سؤال تاني، بدي نحن هلأ صرنا بزمن الكوميديا، ما بنقدر نقدم أو أي حدا بده يقدم بروجرام كوميدي أو بيتطرق فيه لنوع معين من الكوميديا، ما بقى فيه إلا السياسة والدين والجنس حتى يكون في عنا كوميديا أو يكون عنا متابعة. لا ما من بدك تشوفي الكوميديا شو اختصاصها؟ لما بتكوني عم تقدمي برنامج سياسي ساخر، انه عن شو بدك تحكي؟ عن الخيانه الزوجيه بدك تحكي في سياسه ساخره. لما اي نعم، انا بعرف انه اذا عم نقدم برنامج سياسي، بس انا عم بسالك اذا برايك ما بقى في كوميديا نقدر نقدمها الا اذا كان برنامج سياسي ساخر او بخبرك بخبرك شغلي يمكن تصدم المشاهدين هلا. للاسف شركات الدراسات والاحصائيات بلبنان عملت احصاء بال 2017 على برامج الكوميديا، تبين انه لما بتكون الكوميديا عم بتعالج مواضيع السكس بتكون معدل الريتنج فيها 67%، ولما بتكون عم بتعالج السياسة بتنزل لحدود الخمسين، وبقية المواضيع بتصير تنزل تحت الخمسين، تنحدر أكثر من هيك. المشاهد اللبناني أزعر وبحب السكس من الآخر. هيدا ردا عن سؤالك من الآخر بابتسامة.
ريم بتحبي بعد تطرحي سؤال ختاما؟ لا بس بدي اقول انه نحن دائما بنحب ننطر كل شيء بقدمه استاذ تربت. شكرا. لانه دائما المحتوى اللي بقدمه دسم وبيترك اثره دائما. طبعا، وانا بدي اشكر مداخلتك، شكرا لمتابعتك كمان لسهره عمر ولكمان كل المتابعه اللي عم بتقدميها. شكرا لك ريم شاهين صحفيه والاعلاميه، شكرا، اهلا وسهلا. يا هلا. مع ريم نوصل لختام حلقتنا يلي مشكور لحضورك معنا. أنا بدي أشكرك يعني إن شاء الله دائما بهمة هالكوميديا يلي بتنقلنا واقعنا وبتعطي شوي هيك هزة بدن لحتى نقول هيدا هو الواقع يلي عم نعيشه على طريقتك أنت. شكرا شرب الخليل. شكرا لك، تحياتي لك ولا كل أسرة البرنامج. شرفتنا بهالحلقة من سهرة عمر حبيبي. هيدا التلفزيون هون، هيدا استوديو بالذات من 23 سنة. ما جبت لنا الصورة يلي حد الكاميرا هون. من 23 سنة جيت لهون وين واقف أبو عبد. كان أول نهار لك. أول نهار كان لإلي، بلشت فيه موسم تقرير اللي صار بعدين بسمات وطن. هون فت أنا وليال ضو، سليم حلال، ميراي بانوسيان مطعان كانت، وافتتحنا أول دقيقة بأول حلقة بتلفزيون لبنان من 23 سنة. إن شاء الله ما بينحرم التلفزيون اللبناني من الرؤية تبعك شرب الخليل. شكرا، شرفنا بهالحلقة. بطلب منك تكتب لنا على ليفردور هيك كلمة تترك لنا إياها على هالصفحة لحتى هيك نترك منك ذكرى صغيرة. شكرا لك. قلت لي اكتب كلمة، كتبت كلمة. هيدا هو شرب الخليل حقيقي ومشاكس مرح بيعكس واقعنا مثل ما هو دايما. مشاهدينا انا بشكر متابعتكم، اللقاء بيتجدد الاسبوع المقبل مع سهرة عمر جديدة. الى اللقاء.